أيام عصيبة تعيشها محافظة تعز، وربما هي الأعنف منذ بدء التهدئة، التي تعتبر تعز خارج نطاقها ولم تشملها البتة، حيث تشهد المدينة خراقات متكررة للميليشيا متمثلة بقصف الكثير من المواقع، علاوة على عدم توقف القذائف والصواريخ التي ترسلها على الأحياء السكنية. هذه المنازل في حوض الأشراف وثعبات لم تسلم من القصف الروتيني الذي انتهجته الميليشيا على المدينة. هذه فينهم مستبيتين في بيوتهم آمنين مطمئنين، إذا الصاروخ الكاتيوشا هذا يسقط على هنا تحديدا هذا المكان بالتحديد. فيما تعرضت قرى سكنية أخرى في مديرية الوازعية وصبر ومنطقة الضباب إلى قصف هو الأعنف من نوعه. لم يتوقف الأمر عند القصف وحسب، فما زالت الميليشيا تعزز من حشدها العسكري على مختلف مداخل المدينة وتنقل معدات ثقيلة إلى مواقع أخرى بغية استهداف المحافظة من خلالها. المجلس العسكري عبر ناطقه منصور الحساني دعا وفد الحكومة في المشاورات إلى الانسحاب من المفاوضات، موضحا أن الميليشيا لا تؤمن بالسلام ولا تعترف بالحوار ولا زالت موغلة في القتل والتدمير. وبحسب مراقبين فإن استمرار الميليشيا في خروقاتها وإعادة تموضعها في جبهات القتال سينقل الواقع التفاوضي إلى منحى آخر، إذ لا يبدو المشهد العسكري داعيا للتفاؤل ولا يوجد هناك تقارب بين المسار التفاوضي والواقع الميداني.